صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أحد أئمة المساجد في الأعياد يكلف أحد الشباب بالتبكير قبل صلاة العيد عبر الميكروفون زعما منه تذكير الناس حتى يكبروا، فهل فعله هذا بدعة؟ ليس هو بدعة ما دام أنه واحد ما هو جماعة، واحد يكبر ويرفع صوته مجرد أو بالميكروفون من أجل تذكير الناس لا بأس بذلك، إنما لو كانوا جماعة صوت واحد فلا والبدع، صوت الجماعي، تكبير الجماعي.